بسم الله ما شاء الله ابتدى الاهلي مشوار العشرة. امبارح كانت مباراة مهمة جدا وفوز مهم ومستحق حققه النادي الاهلي على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة. المباراة اقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة في اولى مبارياتهما بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا. الاهلي ابتدى بداية قوية وتصدر مجموعته بفارق الاهداف عن سيمبا التنزاني. ماتش يعني رائع بالمعنى الحرفي، وخصوصا في شوطه الثاني من حامل لقب افريقيا وثالث العالم. اداء متميز سواء على مستوى الهجوم او الدفاع. الحقيقه برافو لكل لعيبه النادي الاهلي. وكمان عايزين نقول لكم ان امبارح محمد الياس السفير السوداني في القاهره والصادق مدبو نائب رئيس مجلس اداره المريخ السوداني رئيس بعثه الفريق في مصر حرص على تهنئه الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي على تتويج الفريق الاول لكره القدم ببرونزيه كاس العالم للانديه. تبادل الكابتن محمود الخطيب والسفير السوداني ونائب رئيس نادي المريخ الدروع والقميص الخاص بكل فريق على هامش طبعا لقاء الفريقين. كل الكلام ده حصل في حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دي بدايه خلينا نقول او بدايه حلم كده جديد لفريق احلامه واحلام جمهوره ما بتتوقفش دايما. احنا كده كل فوز كل بطوله عايزين اللي بعدها. يا بخت زي ما بنقول مصر وافريقيا بالنادي الاهلي، وهنفضل كده نقول العشره يا ابطال افريقيا. وخلينا كمان ناكد ان الفوز ده منح الاهلي صداره المجموعه الاولى بفارق هنا الاهداف عن سيمبا التنزاني اللي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد في المباراه اللي جمعت الفريقين. ده كان يوم الجمعه اللي فاتت. كمان نقول الفوز ده اللي أو الأهلي أكيد هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، عشان كده يصبح بقى الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات. ده طبعا زي ما احنا بنتكلم بعد الفوز امبارح على المريخ السوداني، ثلاث أهداف جميلة شفناهم يعني من لاعبين برضو كبار جدا، واحنا مبسوطين أكيد بالهدف اللي أحرزه يعني كهربا أو أفشة أو بواليا زي ما كنا بنقول امبارح. أكيد زي ما حضراتكم تابعتوا كده شفتوا الشوط الأول من المباراة كان التعادل فيه سلبي، لكن صناعة الفوز وتحقيق الأهداف اتحققوا في الشوط الثاني. الكلام ده ابتدى بتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 56 عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما عزز محمود كهربا تقدم الفريق مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 63، وأخيرا وليس أخيرا يا رب إن شاء الله والتر بواليا في الدقيقة 70. طبعا يعني كان أداء جميل جدا، وخصوصا الحقيقة في الشوط الثاني زي ما كنا بنتكلم من شوية شفنا يعني أداء محترم يليق بتاريخ النادي الأهلي. لو اتكلمنا بقى كريم عن لقاءات الاهلي والمريخ، خلينا نقول انه بكده نقدر نقول ان حقق الاهلي فوزه الخامس على فريق المريخ السوداني في تاريخ المواجهات بين الفريقين. سبق وخاض الاهلي امام المريخ السوداني ست مباريات بواقع اربع مواجهات في دوري الابطال، ده كانت نسختي 83 و2002 وبطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس في نسخه 93. ونجح كمان الاهلي في تحقيق الفوز في اربع مواجهات، كان التعادل حاضرا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة برضو واحدة. بفوز الأهلي بقى امبارح يبقى ده الفوز الخامس للأهلي على المريخ السوداني. طبعا هيكون لينا كلام كتير النهاردة عن مشوار العشرة في الفقرة زي ما كنت بنوه أنا وكريم في بداية الحلقة مع حضراتكم.